كبيره بزاف لرجال الامن والقوات المساعده. تصفيقه اليوم الله يعطيكم الصحه في البدايه، لانه حنا هنا ما حاسينش باشنو كيوقع على برا، فهاد الناس كيقوموا بواحد العمل اللي هو كبير بزاف وبواحد المجهود اللي هو جبار. الله يعطيكم الصحه رجال الامن والقوات المساعده، شكرا لكم من القلب. حضورنا الكريم ما يفوتناش كذلك مع بدايه حفلنا ان نقولوا شكرا جزيلا لكذا ايفنت اللي ما كتبخلش علينا بهالتجمعات وبهالتظاهرات الجميله جدا. في كل مره كتعطينا الفرصه باش المغربي التراث الموسيقي المغربي ديالنا اللي هو طريف منا وطريف من حتى المغرب غادا ترقص على مدار ثلاث ايام، اليوم غدا وبعد غدا، على انغام الموسيقى المغربيه. ثلاث ايام من المحبه غادي يجمعنا بكم، ثلاث ايام من الفن، ثلاث ايام من الموسيقى، وثلاث ايام ديال التواصل المباشر مع الجمهور ديالنا ان شاء الله. حضورنا الكريم ما يمكنش نبداو الحفل ديالنا شنو الزوينين لما نترحموا على واحد الانسان، وحنا كنتكلموا على التراث وعلى الموسيقى المغربيه وعلى الفن الشعبي ديالنا، وما نترحموش على انسان او فنانه اللي فقدت الساحه الفنيه هذا النهار اللي هي لالا حفيظه الحسناويه، فالله يرحمها. ولكن الحياه تستمر، ناس كنفقدوهم وكيفارقونا وناس كيكملوا المسيره، وحنا كنتكلموا على الناس اللي كيكملوا المسار. غادي نفتتحوا بطبيعة الحال الدورة الثالثة مع فنان، فنان عرفناه في مجال السينما كمنتج سينمائي، لكن هذه الليلة غادي نكتشفوه مجموعين كموسيقي. أنا شخصيا مؤخرا صفت لي مقطع من حفله الأخير في موريال، مبهر 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 كيفاش كيقدر يمزج ما بين الإيقاعات المغربية وما بين الموسيقى العالمية ديزاسترومون اللي هما عصريين. اسمه الفني فيه ثلاثة ديال الحروف، ولكن كيختزل مسيرة وكيختزل اسم فني كبير. غادي نستقبلوا معايا وبحرارة إمكا محمد كريم أشور. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.